ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم، إليك في ابنيك مني أعظم الأنباء، إن الذين تفرعا يقيان كالأرماح في صفين بالهيجاء، وأخذت في عضديهما تثنيهما عما لديك من عظيم بلاء، ذا قاذف كبدا له قطعا وذاك بكربلا مقطع الأعضاء. تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي، رقدوا وما مرت بهم سنة الكرى، وغفت عيونهم بلا إغفاء، متوسدين من الصعيد صخوره، متمهدين حرارة الرمضاء. متدثرين بكربلاء سلب القنا، مزمنين على الربا بالماء، خضبوا وما شابوا، وكان خضابهم بمن خضبوا. يا شباب، هاي الليلة استثنائية، يسمونها شنو؟ حق الشباب على الشباب. الليلة انت تقرأ، وأريد الليلة تتصور البقية شلون ظلمة، ما يما إلا الحمام يطاير. مو هذا ابن إمامكم، الليلة تنوب عن إمامك المظلوم أنت إذا يهمك الأمر. خضبوا وما شابوا، وكان خضابهم بدمين من الأوداج للحناء. أطفالهم بلغوا الحلوم بقربهم، أي شوقا إلى الهيجاء للحسناء. ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء. والله يا عم لو تخلوني على هواي، لا روح للي مقطعين بجانب الماء، من دم نحر الأخضب شمالي ويمنى. و
واصراخ يا عم الخيل حاطت بالصواوي هينو على حسين و... زينب يا عم اشهل عريس بعد لا انخاكها لك شعر علينا هيهات قلبي يبتشور والبس الزينة ليش حام الضعين على الشريعة مقطعين كيف نتحنى وبالفضل مقطوع ليدي وعلى حسين بهذا البيت اريد الماتم وحتى اللي قاعدين برا بصوت عال وتخلص نفسك على هالونة هذا ولا قول يا عم الكافلي ينهى عاضب همة يستنهض أولاد إخوته وأولاد يزفون جاسم ينكشف غمة وهمة ما يصير شاب مدلل تزفنا ساوي وعلى حسين من عادة العريس تمشي خلفها أولاد وتزف للحافة على جاري المعتاد وانا يا عم مغرسي من دون العباد مكسور قلبه وينظر اخوانا مطاعين وعلى حسين بالله دخلوني اشق الجيب وانوح هالعرس دوبني وخلى القلب مجروح جي في الهنا وعمي يعالج طلعة الروح وحسين مكسور الظهر ما عنده معي على حسين هنو بسمع الوالدة شدمو إذا أمك ميتة ترحم عليها إذا موجودة اخفض لها جناح الذل الليلة وإذا فيكم من فاقد له شباب خصوصا أرد أوجه العزاء لعيال الجعفر الليلة ليلة الشباب أشوفك يا ابني بصفنات الغروب ألو تشلتشل ظلام الليل عالبيت وظل بكل كتر بالبيت أشوفك يما هنا قمت وهنا قعديت ونزل الزات لو يدقدق الباب واقوم بساع حسبالي لترديت يا يوم وظل احجي ويا روحي او جن حاجيك ورد انصافنا انا ويا من احجيت واشوف اسمك على الحيطان مكتوب وعقبك يا الولد هالنوب ذليت واذا اسمع اولاد السلف يحجون يرن صوتك بذاني يما نجيت الله يساعدك يا الفاقده ولد شلون تتهنين بنومك قالت وقت النوم اذب فراشك حذاي وفز كل ساعة
حسبالي انت فزيت ومديد على الوسادة يما يا يما يا يما ومديدي على الوسادة ارد اشوفك جنك مايا وليدي وتبديت ولك يما انملخ قلبي على فرقك ومن دارك القبرك يا ابني مشيت. شايفين من يموت شباب يسووا له زفه؟ شنو من زفه هاي؟ للقبور زفي انا المجنة بعد الشباب وما تهن ولا سطر رمل الدهر سطر ولدها ومثل مصابها ما مر ولدها من الميدان من جابه ولدها علي وسط الخيم نصبة عزية الولد بين الأهل ينزف وبس أنا الولد راح من ديا ورابي مهجتي والقلب واللي أرابي دوما شاب خل دربك يا الولد ورابي اشتظن أسهر على غيرك وربي وقول انصار مثلك ولد لي وياي آه. ليش ما تحكوا ويانا؟ ولد مات الدهر لك مات راواني ولد مات وكم صدغة صدغت قلبي يما يا يما يا يما ولد مات اش حال الوالدة العدها ولد مات قبل الولد تتمنى المنية والله اخوان والله اخواني وانا على المنبر وايام عزاء ربي يسمع ويرى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد مرت على مقبره في وقت متاخر ناس قوضت تريد ترجع لاهلها يعني بدا الظلام يعم ناس رجعت لبيوتها المقبرة انتهت الناس كلها طلعت فرد مرة عجوز قاعدة يم قبر وثانية واقفة يمها تقول لي اقوم نروح للبيت يا اخي وهاي ذبت روحها على القبر تصيح خليني على قبر انوحان انوحان انا للبيت بعد المن اروح يعني ابني راح من ويلي للبيت بعد المال أروح محل الولد ما بين أخوته بوجودك الوقت ساهي بيوت أنا عندي ولد مو وقت موت لكن الأمر لله للمتقين
مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. أقوال كثيرة وعديدة من رسول الله وردت في الحسن والحسين، والأخوة اللي كانوا في أول ليلة من محرم سمعوا الخادم شنو قال، ومش جديد عليكم، لكن أنا وأنت ما نقدر ناخذ قول النبي، تقرير النبي، فعل النبي بعين الاعتبار إلا نشوف احترام رب العالمين إله. إذا عظمناه مثل ما عظم القرآن، أي قول يجينا عن المصطفى نجله نحترمه، وكن نعرف النبي هذا عمر الطاهر الشريف، الله اختار أن يحلف بهذا العمر اللي مكروه واحد ما سوى به. بل إحنا عقيدتنا أتباع مدرسة أهل البيت أن النبي معصوم في كل حياته من يوم خلق إلى أن ارتحل من دار الدنيا. لذا الله يحلف بعمره، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هسا إذا غيرنا يقول عن النبي مثلا ينسى، يسهى، يسحر، راد ينتحر، يسأل عن أشياء ما نعرف ما يعرفها، هاي ما نقبلها إحنا، ما نقول بها، لأن النبي تربية الله، الله علمه، فما يمكن أي قول حتى تجمع المسلمين عليه بأقلام من ذهبك ما نقبل. نبي نزيه. وهذه طبعا مشكلتي أنا، شوفوا الغرب كل سنة يجرحنا ويسوي كاريكاتير على رسول الله ويسوي أفلام ونتأثر وننفعل ونطلع للشارع ونستنكر ونروح يم سفارتهم، مو من باب أولوية أن نستنكر على كتب المسلمين اللي تسيء إلى رسول الله. والله أخواني يعني أكو أقوال تستحي تقراها في أمهات الكتب لا المعتبرة، خليناها من سنة رسول الله اللي الرسول بريء منها، الرسول تربية الله، الخلق العظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الإنسان المتكامل أشرف ولد آدم وأشرف الخلق وأشرف الكائنات وأول من خلق الله، أصلا هذا الكلام تحصيل حاصل، ليش أنا أقول؟ يكفي أنا أقول محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله شفيعنا، شفيعنا هذا العظيم أكثر من قول أطنب بهالمعنى أطناب، وهذا الأطناب عنده هدف بي رسول الله. مرة يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. إخواني هذا الخبر لما أنا أكد عليه وذكرته أكثر من مرة، لأن هذا الخبر مذكور عند كل المسلمين، يعني في كتبنا الأربعة وفي الصحاحة الستة، ماكو واحد ينكر حديث ينقله صحيح مسلم، أن النبي يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. فتصورون هذا دلالته سهلة، يا
يعني الجنة اللي فيها آدم أبو البشر ونوح أبو البشر الثاني وإبراهيم أبو الأنبياء وموسى كليم الله وإيسى روح الله وزكريا ويحيى وداود وسليمان وكل الأنبياء والصالحين من العبيد والإماء سادتهم في الجنة الحسن والحسين. أعرف أنت المن جاي، المن تنتمي، المن تروح مشي. مو شي سهل أيها الأحبة، وهذا لما ما يقوله تعاين إلى سيرة رسول الله، مرة تشوف الحسن والحسين تحت العباء عند رسول الله، ومرة تشوفهم بالمباهلة مع رسول الله، ومرة تشوفهم بالمدح اللي الله مدحهم في سورة الدهر، يخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومرة يجي شير إشارة لأصحاب العقول، قال حياتكم السرمدية والسعادة الأبدية في الجنة، والجنة دليلها في القرآن، والقرآن منو يعرفه مشفر، يقول رب الأرباب فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. وين؟ في كتاب مكنون لا يمسه إلا يعني ما يندلون المطهرون. زين تعال إلى آياتك يعني في سورة الأحزاب يدليك على المطهرون منهم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعني آل محمد صلى الله عليه وسلم. صفوة الله، خيرة خلق الله. يعني والله واحد يحكي بهذا الموضوع يتيه يروح ما يعرف كنههم معناهم، لكن هذا الاعتراف بالعجز أمام عظمتهم وشخصيتهم هذا مولانا يعني تسليم، تسليم ما يمكن أن نعرفهم. روحي لهم الفداء. فالقول اللي بديت به المجلس المحترم الليلة قول النبي ولداي هذان، الليلة ودي أن أتكلم عن مرحلة سياسية مرت في عهد الإمام الصبط الأكبر المظلوم. توافقون على هذا الرأي؟ يعني إمامنا المظلوم المجتبى روحي له الفداء. نتكلم عن مظلوميته حتى لا يكون جفاء بحقه. ظلم التاريخ وظلم زمانه وظلم زوجته ولا يومنا هذا مظلوم. ولعلمك احنا ترى ما نعرف أئمتنا من خلال قبة ومقام وذهب وفضة. يعني بناك من نشوف الذهب على قبة الإمام، الإمام يكبر بعيوننا. ها هذا هو الإمام ذهب؟ والله لو تصب الأعراض من أقصاه إلى أقصاه بس عتبة باب الإمام علي تسوي كل ذهب، هذا مو مكان الإمام علي ولا مكانة الحسين. هاي الدنيا الدنية الرايحة الزايلة هاي مو، هاي مو مقام أئمتنا. لا أصلا فاطمة إلها قبل روح إلى الفداء، لكن دور عليها في قلبك تلقاها في قلبك بنت رسول. أئمتنا في قلوبنا راح تشوفون مقام موش بالدنيا. تدرون يمتى؟ إذا أجت الوادم من 11 باب يوم القيامة والشمس كورت والنجوم انكدرت وتسمعون القارعة ما القارعة، وذيك اليوم المخيف ذاك اليوم وتشوفون فرد حوض كبير العرض ماله من صنعاء اليمن إلى بصرة الشام. هذا العرض ماله في أواني مثل الفعل بل النجوم أو يقال ذهب، وهذا الحوض محوط علي واحد واقف. ها إذا دنوا منه لكي يشربوا قال لهم تبا لكم فارجعوا، هذا لمن والى بني أحمد ولم يكن غيرهم يتبعوا، فالفوز للشارب من حوضه والويل والذل لمن يمنع
والناس يوم الحاشر راياتهم خمس، فمنها هالك أربع، وراية يقدمها حيدر ووجهه كالشمس إذ تطلع. صلى محمد وآل محمد. أبشروا يا شيعة علي، فقد قال رب الأرباب يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وأنا عندي بعض فرد استنتاج من سورة الكهف، لأن القرآن كل حجة. بالله أقرأ الآية معاي، ما فيها استنكاف، كلام القرآن ينورنا، ينور قلوبنا، ينور محفلنا. الله يقول سيقولون ثلاثة رابعهم، لما يتكرم من القرآن هذا كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم، اكتفى بهالمعنى؟ لا، سبعة وثامنهم كلبهم. قبل هالآية أكو آية يقول وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ليش يا أخوي الله وين ما ذكرهم قال كلبهم؟ تعرفون ليش؟ هذا الاتباع، هذا كيف اتباعهم؟ الله يقول كيف اتباعهم؟ وين ما أذكرهم كن أذكر معاهم. الله، كلب تبع أصحاب الكهف ونجا، وأنا وأنت اتبعنا الحسن والحسين وعلي وفاطمة، الله يبرينا منهم يوم القيامة. أفا عليك والله، راح تشوفون قدر هاي قعدتكم وولاءكم، خصوصا الجور اللي تحملتوه من بدء الدعوة الإسلامية إلى يومنا هذا، القتيل والتهجية والتشريد والسخرية والاستهزاء والتهم، هذا كله مولانا قولت ذاك المشهب وجه الإمام علي، هو يدبرها إن يوم القيامة إن شاء الله تعالى. فيقول ولداي هذان إمامان قام أو قعد، لتقول لكم عن الإمام الحسن روحي له الفداء، ذول أصباط، والكبير أفضل من الصغير، له الولاية عليه، الإمام المجتبى. وأنا وأنت ما إلنا نعترض على أفعالهم، كلهم مش صواب، عين الصواب. أعطيك دليل من القرآن بس اسمعني بدقة. موسى نبي لولا كليم الله من أولي العزم، صاد هو ويوشع بن نون. القرآن يحكي لنا إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين في سورة الكهف. زين، صاد وسمكة كبيرة نسوها وين؟ يم الصخرة. وإجوا في الطريق أكملوا مسيرهم، بالطريق قال له وين الحوتة؟ قال نسيتها، رجعوا عليها. الله يقول ما لقوها، بس شنو وجد؟ عبدا من عبادنا. من هذا العبد؟ الخضر. موسى كليم الله قال له تاخذني معاك تعلمني مما علمت؟ قال له لا. ليش؟ قال لان الشيء اللي انا اسويه انت ما تطيقه، ما تفهمه. قال له لا، انا ايماني بيك، ثقتي بيك يخليني ما اعترض عليك. تفضل بسم الله. اول ما ركبوا بالسفينه ايش سوى فيها الخضر؟ ها سكت موسى؟ اغرقتها لتغرق اهلها؟ قال انت مو قلت لي ما سولف؟ قال سامحني. مشوا في الطريق لقى فرد غلام ولد شباب، مطل الخضر وذبحها. بعد بيسكت موسى؟ قال اقتلت نفسا زكيه؟ قال انت مو قلت لي ما اعترض؟ قال ما اقدر اسكت المرة من أحكي بعد لا صاحبني. اجوا إلى قرية، الله يقول استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، عم ينطون أكل ما نطوهم. مشوا بالطريق شافوا الجدار يريد أن ينقض، يريد يطيح، شكل الخضر وعدله. موسى قال له مو تو قلنا لهم على أكل ما نطوهن؟ لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال له هذا فراق بيني وبينك، بعد لهنا صبري وياك، بس تعال أفيدك الشيء اللي ما كنت تصبر عليه. السفينة كانت لمساكين، وذاك الصوب أكو ملك ياخذ السفن بالقوة، أنا عيبتها حتى لا يروحون وياخذ سفينتهم يقتلهم. شوف العلم، وهاي القصة والقرآن راوية ما حد يكذبها. ها الغلام، شوف العظمة والعجب وهالعلم اللي الله علمها، الرحمة يعني علم.
ايش قال عنه الغلام؟ الله كاتب الامه وابوي يشيلهم واحد، وهذا قريت مستقبله كافر، فانا ذبحته. هاي الولايه، شوف الولايه اللي عندهم اولياء الله، يذبح يقتل، قتله في سبيل الله يبدلهم خير منه. والجدار كان ليتيمين وابوهم صالح وتحت كنز، خفت يطيح والوادم يفرهدونه، انا قومته انطيته قدره يستقيم الى يوم بلوغهم يطيح حتى هم يستخرجون كنزهم. هسه تعال اقول لك، الخضر وموسى ذول مولانا اوتوا علم من الكتاب، مو هيك لولا اكبر من هذا، ذاك اللي سواها جاب عرش بلقيس منين؟ من اليمن الفلسطيني. مش كثر يا اخي، والله هذا علم عجيب. القران يقول قبل ان يرتد اليك طرفك، يعني مو برمشه، يعني قبل لا تفتح عينك من الرمشه، شنو هالقدره هذه؟ وعرش و2000 كيلو بعد يجيبه. تدرون هذا ايش عنده؟ عنده علم من الكتاب. ايش عنده ابو الحسن؟ اسمع الايه، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. علم الكتاب، علم من الكتاب يعني بعض، هذا علم الكتاب. قل لي شاء الله ايش ضل عنده؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده ام الكتاب. ليش بيد رب الارباب؟ زين، اذا موسى ما يطيق فعل الخضر وهالعلمية الكبيرة، زين مليون خضر ما يصيرون ربع على ابن أبي طالب، ولا فينا واحد موسى تردون ننطق أفعال علي وأولاده روحي لهم الفداء؟ نسلم الأمر إلهم، ما ينطبق على رسول الله ينطبق عليهم كلهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. الله يحميكم بحق الحسن والحسن. زين، حياة الإمام الحسن كانوا في عهد أبوهم أئمة، وكلاهما في عصر واحد أئمة، هم بس الحسن والحسين. يعني تشوف الإمام السجاد إمامته تبدأ بعد الحسين روحي لو فداه، يعني ما إلا إمام بحضور الأبو، عرفت له؟ لا، هاي الخصوصية بس عند الحسن والحسين. سبحان الله، التقسيم الاسم مفصل بعضهم لبعض، شوف شلون الخلافة إمامتهم، كل واحد 10 سنوات وكل واحد عنده دور، ودور الإمام الحسن تمهيد لكربلاء. يعني لو ما هذا التمهيد ما في كربلاء، تريد أنا وأنت نعترض عليه روحي له الفداء؟ دوره السياسي الذي قام به. الآن اسمع، تغرد الفضائيات ليل نهار سؤال كانوا يطرحونه، نجيب على السؤال لعله يسمع، إذا أكو رد على الجواب هم نسمع. شوف شلون، قالوا أنتم الشيعة تزعلون معاوية، ما تردون عليه، ما تحترمونه، شهذا إمامكم المعصوم الإمام الحسن مو بايعة مو صالحة، شلون أنتم بعدكم زعلانين وياه؟ سؤال وجيه لولا، سمعتوا أكثر من مرة لولا. اسمع الجواب، مولانا الإمام الحسن اقتضت المصلحة ذاك اليوم أن يصالح، تعرف ليش؟ أولا جيش الإمام الحسن هو جيش أبوه اللي ملأ وقلب غير، هو اللي دعاهم بالشتاء قالوا له ما بينا الدنيا باردة خلها بالصيف، ودعاهم بالصيف قالوا الدنيا حارة خلها بالشتاء، والإمام قال لهم أنا حاضر أبدلكم ويا معاوية صرف الدرهم بالدينار، أنطي 10 منكم واخذ 1 منه، أنا أدعوكم للحق، تتكاسلون عني؟
بثثت إليكم المواعظ التي وعظ بها الأنبياء أممهم، وأديت إليكم ما أدت الأوصياء إلى من بعدهم، وأدبتكم بصوتي فلم تستقيموا. لله أنتم أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق أو يرشدكم السبيل؟ من تردون غير دليكم؟ ذول اللي أذوا الإمام، ذول انتقلوا عند الحسن. زين إذا أبوه خير منه هاي معاملتهم إياه، فما بالك بالحسن عليه السلام شلون يعاملونه؟ بعدين زعيم قائد الجيش عبيد الله بن العباس اشتروا، وإذا القائد اشتروا ما بالك بالبقية؟ ها؟ ثم الإمام قرشي، أنا وأنت ما ملتفتين له، تعرفون أكو فرد كلمة قالها رسول الله يوم الفتح لما ما ظفر بالمشركين، قالهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ يلا أذيتوني وطردتوني وحاربتوني وقتلت عمومتي وأنصاري وأصحابي، تتصورون أسوى بكم؟ تعرفون إيش قالوا للنبي؟ أخ كريم وابن أخ كريم، إيش قال لهم النبي؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. هاي ظلت تحز بالنفوس، فرادوا الإمام الحسن حي يأسرونه ويودون للرجال حتى يوقف قدام الإمام قدام معاوية ويقول له شنو؟ أي أطلقت سراحك حتى تصير وحدة بوحدة. وهاي ترى عارها كبير إذا صارت على الحسن وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا الإمام من هاي تنازل، ثم إذا شاف الجيش هاي معنوياته، وشاف الفكرة هذه، وشاف أكو طلب للصلح مو بيع أخواني، والصلح مو معنى تأييد، فقد سبقه رسول الله. تدرون صالح من النبي؟ سهيل بن عمرو، هذا مشرك، النبي صالحه. أكو واحد فيكم يعترف أن النبي يحمل المشرك يحبه؟ هذا الصلح دلالة على المحبة، على التأييدية إله، على الود، على الإخاء. لا، المصلحة اقتضت، لأن درى الإمام إذا يثور ما يثمر ثورة بعدي، لأن راح يجي غيره. ولهذا صالح الرجل على شروط، شروط وكتبوهن. أول شرط لا تسب أبوي، لا تسبه، سب في العهد الأموي إلى زمن عمر بن عبد العزيز كانوا يسبون الإمام علي على المنابر. تنكر التاريخ؟ مملوء التاريخ. والعجيبة هذا واحد يقول طبت لجامع من جوامع المسلمين، شفت الناس تسب الإمام علي وتلعنه، خلصت كل من يخلص صلاة يسب ويعم يطلع برا. فد واحد خلص صلاة شايل لا سب ولا لعن، قلت الخبر عدها، قلت له يا شيخ شمال الوادم تسب على ابن أبي طالب ليش؟ قال عمي الناس ما عدها حظ وبخت ودين وضمير. كفو عليك ليش؟ قال عمي هذا صاحبك زين ما أحد يعرفه، أكو ناس ظالمة بخت تسب الحجاج. شوف شلون عند الحجاج أحسن من على ابن أبي طالب. فقال له لا تسب أبوي. اثنين، قال له لا تتعرض لشيعة أبوي، لا تقتله. ثلاثة، لا تتصرف في بيت المال. أربعة، لا تعين من بعدك خليفة. وقعوها وصار الصلح. دقيق مثل معاملتهم ويا الإمام علي روحي له الفداء، لما ما قالوا له ها تودي ابن عمك ابن عباس إلا تودي الرجل الريدة عالم اليمن، ودوه جبروه وطلبوا من الإمام بعدين يتوب. لما ما شالوا المصاحف مصفين على الرماح، الإمام قال لهم خدعة، ها تحارب القرآن يا علي كيف؟ ومع هذا انشقوا من الجيش وطلعوا. هاي الناس هيش عملوا الإمام علي روح؟ ها
هذا الجيش تحول عند الحسن. إيش تصورون لما تم الصلح؟ إيش قالوا للإمام الحسن؟ يا مذل المؤمنين، عزتنا منهم يقولوا له يا مذل المؤمنين. لذا الإمام الحسن رحيله الفداء قال بعد وجودي في الكوفة ما له معنى، أبوي اتخذها عاصمة، أنا أطلع منها. ورجع 6 شهور ورجع مولانا الإمام الحسن أرواحنا فداه من الكوفة إلى مدينة جده المصطفى، سكن فيها استوطنها 9 سنوات ونصف إلى أن الآن راح تسمع. زين أكو بعض المفردات ينقلها التاريخ، والله عيب وخزي حتى في كتبنا، حتى لو تروي الكتب شنو يعني؟ ثم ماذا؟ كل واحد يكتب يمكن مأجور، شو نسوي له؟ يقول حسن كان يقعد في الطريق، حتى انت ما تسويها وانا ما اسويها واي واحد ما يسويها، ويتعدل النسوان عائليه، وقالت له لا تعاين كلنا مطلقاتك. عجيب. قام يقول ماتوا عند 370 مرة، شو تونس ونس خلفت شنو هالحكيها؟ زين ذاك الوقت بناك يكتبون التاريخ بصالح الحسن روحي له الفدا. يعني اكو واحد يكتب عن عدوه خير وخوش ادمي وزلمه ومؤمن، بينما الله يقول واذا قلتم فاعدلوا. العدل هذا كان الامام الحسن اذا وقف على عتبه بابه ينقطع الماره، ماكو واحد يتعدى هيبه الحسن، وما مر على ناس الا وقاموا اجلالا له. حتى قال له المروان بن الحكم شو وقت حكي عليه ساد قوم له، قال قومت كرامة الجدة هسه من يرجع ما قوم له. رجع الإمام أول الناس قام مروان قالوا ها، قال مو بيدي ما أقدر، نور النبوة في وجهه. الحكي للحسن شيق، شو صلواتكم به داعي. الليلة على بابا وباب ابنه. صلي على محمد وآل محمد. ومعروف عنا شنو؟ كريم. توقف على باب الكريم يردك. يجي لذاك العرب يقول له لم يبقى لي شيء يباع بدرهم تكفيك رؤية منظري عن مخبري، إلا بقايا ماء وجه صمته أن لا يباع وقد وجدتك مشتري. إيش قال الإمام؟ روح الله ينطيك. أعجلتنا فأتاك وابل برنا طلا ولو أمهلتنا لم نقصري. يعطي كود فلوس ويقول له خذ القليل فكن كأنك لم تبع ما صمته وكأننا لم نشتري. هذا الكرم، هذا العطاء. لكن كانوا يشوفون وجود الإمام الحسن لا زال يهددهم، لأن الإمام الشرعي موجود. فاجتمع مع زوجته جعيدة بنت الأشعث، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، وقال هات قتلين الحسن. حتى أم الفضل زوجة الإمام الجواد عليه السلام هم قتلته وطمعها، وسقت الإمام السم القتال. وأغلقت عليه الباب وخرجت. ويحس الأخو بأخوه ودخل عليه الإمام الحسين، أخي من صنع بك هذا؟ قال له بحقي عليك لا تحرك ساكنا. حسين علي بطشت وجاب للإمام، خلى قدامه تقيأ، هذا مولاي تقطعت أمعاء الإمام وكبد الإمام كله تقيأ.
فرد على رجل كربلاء بالك وياي ان شاء الله. شويه وندق الباب. من الطارق؟ انا الفاجده امي وبي، وانا الجايه تعافى لخي. حسين لا تفتح الباب خويا، شيل الطشت عني، خواتك يا ابو السجاد جني. ما يستاهل دمعه غريب البقيع، ما يستاهل دمعه الليل امامك هذا شفيعك. يردن يا شبعا شوف مني، ينوحا علي وينلبني. قال له اخويا عندي حكي وياك، منا وننطلق انا وياك. اوصيك باولادي عن التشتيت لمهم، انت ابوهم يا عضيد وانت عمهم. لو غمضت عيني عسى الله يدومك الهو، والعام بولاد الأخو يا حسين ملزو. هلا هلا بأولادي، وذولا خدامك يا أبو علي. تدرون آخر من قتل مع الحسين من هو؟ عبد الله بن الحسن، طفل قتل أصغر من أخو القاسم، قتل. ضرب واحد على كتفه وقطع كتفه وإيده كلها على صدر عم الحسين. لهذا يقولون ليلة عاشوراء يقعد القاسم والأكبر شباب، شلون جنابك الله يحميك، يسولفون بيناتهم. الأكبر يقول للقاسم باكر أنا أتقدم عليك بالقتال. القاسم قال له لا أخويا أنا أتقدم عليك. فالحكي طول، قال له أخويا خاف نتجادل وما يجوز الجدال، امشي نروح لعمنا قائد القوات أبو فاضل هو اللي يأمر علينا. خيام صوت ينسمع خيمة أبو فاضل يم الحسين. دخلوا عمي باكر منو يتقدم بينا؟ شو تقول؟ انتو شو تقولون يا شباب احكولي. الاكبر قال لعمي انا والقاسم ما في فرق، احنا اخوان، ولكن انا ابن الحسين والوادم يردون قتل ابي، والحمل ما تقوم بي الا هلا انا اتقدم. قال له حسين صحيح، انت يا القاسم شو تقول؟ قال له صحيح كلام الاكبر، لكن انا اقول الأبو ما بيشوفوا اليد ميت، وأنا باكر ما بي أشوف عمي يبكي على وليده، بس أنا يتيم ما عندي أبو، إذا متت ما عندي أبو يبكي علي. أنت ما عندك أحد سيدي، الليلة العالم كله يبكي عليك سيدي، شبابنا الليلة تذرف دموع عليك شباب العقيدة. سمع الحسين انت ما عندك ابو، انا ابوك وليدي، لا تقول هاي الكلمه توجعني. وصار يوم ثاني واجا العمه، عام ضاق صدري وسئمت الحياه. قال له انت وصيه ابوك وليدي ما اقدر، بعد الالحاح والبراهين. قال له إذا كان هذا هدفك أنا كان بخاطري أن أزفك، أن أعرسك، أزوجك، لكن حال بيني وبينك القضاء والقدر. لكن إذا ما أقدر أقدر ألبسك لباس العرس وأشوفك شلون تلبسها. وإجا وصاح على زينب علي بالصندوق الفلاني، جابته ومثلته بين ايدين الامام. فتح الصندوق
طلع أمام للحسن شمها وقبلها وألبسها القاسم، وطلع جبة للحسن شمها وقبلها ولبسها القاسم، شد الحزام وألبسها نعلان، لزم من إيده وجابه دخل على خيمة النسوة. بمجرد ما أن شافت أم صاحت يما عاد العرب لو رادوا يزفون يزفون عمام الولد كلهم يحضرون، وشبان البلد كلهم يهوسون، وشوباش للعريس يهدون، وعرسك يا يما صار بالكون، وعمامك على الرمضة يونو. أكون يا حلولة بعدين خلي البكي ساعدني، والله عمامك على الرمضة يونو. طولها طولها ممنون خادمك خادمك. ويلي عاد العرب لو راداو يزفو، شيلها ويانا يزفون عمام الولد كلهم يحضروا. ما تقصر انت، لا تقطع حلونا، خليها خليها على القاسم يستاهلها. وشوباش للعريس يهدون، وشبان البلد كلهم يفرحوا. قول آه ممنون. وعرسك يا جاسم صار بالكون، وعمامك على الرمضة يونو، والله وعمامك على الرمضة يونو. أنا بيكم عاين الأمة، أوصيك يما وصية، هلا بيك سمعي اللفظ جوابي، شبان لو شفتيهم بالله دذكر شبابي، محروم من شم الهوى من دون كل أصحابك، انتي وعمتي زينب لما أغير نخوني، يما ذكريني من تومو ما تنعي ويانا ما تنعي. يما ذكريني هلا بيك من تومو، ويلي على محمد. اسمح لي هل انا عبيت وكمل وياي. ويلي شبان ما وياكم وليت، يا شايلين اصواني محمد مو وياكم، محمد الجعفر هذا مات بالتفجير. ها يا شباب العقيده، شبان ما وياكم وليد وليد وليد، ضايع من أمه بليلة العيد. أنا ما أريد أجرحكم بس أدر لك دم على بأس. ويا يما يا يما يا يما يا يما يما، يمر الليل
واقضي الليل سهران على فرقاك يا يوم. هل أقلكم هاي كلمة؟ البارحة من طلعت والدول الولد اللي لازمين الطريق ويحرسونه، قلت لهم باكر أرد أقرأ تكريما لمحمد وعيال الجعفر جوني، قالوا شيخ محمد غالي علينا، ولكن إذا وصل حلحت لا إحنا ومحمد وكل ممتلكاتنا فدوة للحسين وأولاد الحسين وعياله. يطر الليل واقضي الليل سهران على فرقاك، ويمر الفجر وعيوني يما يا يما يتراوالها ملقاك، لا ترضى لعيون تنام ولا يرضى لك ويا يما ذكرين. روح افتر افتر روح امشي عيني امشي منا في المجال من غير اسم محروم حنتي ويا انا اخويا يما يما تعال تعال اخويا تعال افتر علي ولا من الغير اسم محروم حنتي شمعة شبابي شمعة شبابي حلتي حلتي دمي والكفن ذار التراب دهري دهري يتمني والتزم عم برباي ما أعز على مهجتي وروحي ودماي سكنة بمصابي خلي عزوها خلتي دمي والكفن ذار التراب يما ذكريني يا اخويا ايه من العرس ولا من ثدي النيبة راضع بصافي الخليل ونعم منك سيدي وبها الشهادة صار لك اسم ونصيب وامي بمصابي خلي عزوها يلا شباب حلتي دمي والكفن ذار التراب صوت واحد المعزى سيدنا انت المعزى الليله بالماتم رحم الله سيد الحائري ولا شمعه شبابي هلا بالشباب حلتي ودع امه جاب الحسين وقف بي يم ساحة الميدان قال لا اسمح لي وليدي دقائق صاح يا شبان قوموا نشروا القمايم ويا عباس لي شغل الثرى نايم قوموا فرد قوموا وزفوا القاسيم شباب ابن الحسن وابن 12 سنة أرد أقرأ أبيات من ملا عطية مو تخيب ظني بالله عليك شيل الأبيات وياي يالذي على المشرعة ظلت رمية جثته هذا جاسم زفنا نهض غاين زفت
كان يا كبش الكتيبة بيك للنهضة جلت. فزع اخوانك وقوموا بعجل زفوا هالول وصل جفافة وانا مفرد وما عندي احد بس حريم الجر وانا والقلوب مفتت. قوم انت تعبان ان شاء الله يلا ويانا. قوم بسك يا قمار عدنان من نوم التراب وقض شبول الهواشيم والبسوا جديد الثياب وهالذوايب سرحوها قوم وانزف هالشباب وانت خو قدام جاسم كان تنشف دمعته. وطلعت لزينب تخليها تحكي بروحها. زينب صاحت لابو علي شاف العرس يا حسين وانت ما حد وياك والنبي اللي يتخاطف عن شمالك ويمك. أما أنا بذوب من ضجة يتامى وحدك تزف وخيك العباس وين شيف العرس يا حسين وانت مالك أعوان. ما عنده أعوان هاي خدامة تعال شوفوا يا ابنة علي وإذا أنت من عوان أصيح وياي بهالبيت. شيف العرس يا حسين وانت مالك اعواء جاسم شباب بالزفاف يريد شبا. ويلا صح اخي عباس ما رد عليه الجواب قبل يد عمه ودخل القاسم ان تنكروني فانا نجل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتم هذا حسين كالاسير المرتهن خاض في اوساطهم خرج من اغراضهم. قال حميد بن مسلم رايت الازدي يتخفى قلت إلى أين؟ قال أذكر الحسين بهذا الغلام. قلت والله لو قتل ولدي لما تعرفت إليه. قال والله لا أفعلن يا الله يا محمد يا علي يا الحسن أنت المعزى. أقبل الأزدي رافعا سيفه فاتحا باعه ضرب القاسم على ام راسه. اين الصارخون حسين وقاسما نادى ادركني يا عم. اقبل الحسين قتل قاتله اجاه الحومة الميدان عمّا لقى مطروح ومخضب بدم حنى ظهر عليه وقعد يمّا. شوف شو يسوي القاسم يدري الحسين ينجرح من يشوف جروحه يخلي ايدي على جراحاته حتى لا يشوف الحسين تشيله ويا الامام لولا جابه ومدده جلس عدهم يا ويلي وهم بس ما سمعن النسوان صوت. اجت امه زينب اريد ابكي على وليدي. زينب قالت ما تتمكنين كلهم جثث بلي رؤوس. قالت يا زينب وليدي اعرفه
أعرفه عندي علامة محنة جفة. تبجيك هالمفرد اسمعها. قالت أوقفي أستأذن وأجينك. دخلت ماكو الحسين توت شان بالخيمة وأنا أبو علي. حققت النظر أخ الحسين نايم بين الأكبر وبين القاسم. ويصيح هنا يا مغسل الشبان بهداي. أعوذ بالله من عين لا تبكي مع الحسين. هنا يا مغسل الشبان بهداي بهذا من تصب عليهم الماي. سيدي أبو علي أم القاسم إجت تسمع الهضم. قال خل تجي. إجت حياء من الحسين تستحي لكن حضنت صدرة على صدرها. صحت لولك يما حاجيك شو ما تحجي وياي وياي يا هرش قلبي وما يعيناي. وينك يا الفتلاوي؟ دول ابني زماني بيك يا سلمى شلون انساك وانسى ايامك الحلوه. اش هالبلوى مثلها ما جرت بلوى. يا ابني لعند الموز مذبني تذب البيك تسعه من الشهر شالت ونالت من ثجيل الحمل ما نالت. امك جابتك يا مدلل وخالت ويوم اللي صريت يا شاب شيبني شيبني وسيارك والهدم حالي هز مهدك يا شمامة وسهر ليلي. منك خابت امك ليش يا ويلي اخر ما قلت حقه وتطالبني. تبني البيت لامك والجعيد امك تصابحني وتجيب الواجب بصمك. يما ريت القبر ضمني قبل ما ضمك. الموت الموت يا ابني وياك. فرد مره وقامت من يمه وليدها. شايفين العرب من يصير الأخو عنده ولد والآخر عنده بنية يتفائلون يقولون هذه البنت لهذا الولد. ماكو شك إذا امتدت الحياة واحدة من بنات الحسين للقاسم وإجت هاي الأم ودخلت على خيمة البنيات ولزمت إيدها يلا 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 يا عم خلى وديك. يلا ردختم. خلى وديك للمعركة وبالدم حنيك وبجثة العريس أدليك وحطك بكترة وابجي عليك. وسحبت إيدها من عمتها البنية تقلها لا يا عمة ترى العريس ما يبجون يمه ما يبجون يمه ينكسر خاطر بنت عمه. وردت الأم وكل يوم تبكي على الولد. هاي بيتي انها مو تخليني اقرب روحي. ولا وانا عجوزة وشيبة القلب مصابك بس الليلة وباكر وانتهى محرم. وانظم صوتك ليش ما تصيح معانا؟ هاي مصداق نقول قل لا أسألكم عليه أجرا. يلا وياي. وأنا عجوزة وشيبة القلب مصابك بعدك شباب وما تهنيت مخضب يا عقلي ومن دمى نحرك خضابا صار فرد ساعة اسفافك والمني. الله يرحمك يا ملا عطيه.
أنا من شفت عمك لبسك تفصيل الأجفان، ها من شفت عمك لبسك تفصيل الأجفان، قلت الولد ما يعود من حومة المي، قوم يا عم تودعي شمعة الشبوة ولطمي على العريس راسك يا حزين على حسين. وويلا هذا البيت أقرأ لسلامتكم، يموت الشباب ما يدرون بأصدقاء ميت، لما رجعت الأم اجوا ربعة دقوا علي الباب، فتحت الباب الوالدة وين القاسم، ولك يما شقل ربعك لو اجوا عنك ينجدون ينشدون شقلهم، تركت الولد مدفون، يما يا خسرة أمك يوم الأعياد أسأل عليك الراح والراد، جسام ما شفتوا يا الأولاد أي على أمرك، والله جسام ما يا ما شفتوا يا لون، تذب أمك برض قفرة وتخليها عدمن بيدمن، وصيت من بيها حرمة مضيقة وتبجي على واليها، ألو ردت صار بلي الممشاها، ألو ردت وهي حرمة ومثل حالي غريبة وضايعة ومضيعة الوالي، يا يما وحياتي الموت أشوالي. هذا النعي كل الأم تنقع على الولد، بالله الولد شي يقول عليها بيت الدعاء، ولا دمعتي لا تلمني من تلالي على امي ونار قلبي يا يم، من تلالي انا ذكرت امي علي، من تلالي بسهر وتقول مرض البيك بيا، والله بسهر وتقول مرض البيا، والله المرض البيك بي، شباب ما رأى أرسا ولكن تفضلوا بالدعاء سيدنا الكريم، غفر الله لك هل بجيتك سيدنا، تخضب كفه بدم الوريد، استعدوا للعزاء، بارك الله فيك.